ثلاث. قد يعيد أبو داود الحديث ويرويه من طرق أخرى، وذلك لزيادة كلام فيه لوجود لفظة أو معنى مغاير أو زائد. إذن الإمام أبو داود قد يعيد الحديث ويروي عن مشايخ أخر أو مشايخ آخرين، وسببه أن في رواية الأخرى والطريق الأخرى أشياء زائدة للفظة لمعنى لشيء ينبني عليه أحكام أو مسائل، فهذا إن دل على علو وعلى سعة الاطلاع، فهو يحفظ الحديث ويرويه، ثم تجده نفس الحديث يرويه من طريق آخر عن مشايخ آخرين، فنجد في هذه الطريق الأخرى زيادة في لفظة، وهذه اللفظة ينبني عليها أحكام، ينبني عليها أحكاماً.